أكبر المشكلات التي تواجه الأم بعد الانتهاء من فترة الرضاعة الطبيعية تغير شكل ثدييها، ففي الغالب يتحول الثدي من القوام المشدود إلى الترهل ويكون اتجاهه للأسفل، ولهذا ترغب الأم باستعادة شكلهما كما في السابق. لكن لا داعي للقلق، فهناك طرق مختلفة لتحسين شكل الثدي بعد الرضاعة الطبيعية، ومنها أولاً ارتداء حمالة الصدر المناسبة. حمالة الصدر ذات النوعية الجيدة تساعد على منع ترهل الثدي بعد الرضاعة الطبيعية. يفضل استبدال حمالات الصدر القديمة واختيار حمالات الصدر الرياضية للحصول على دعم وشكل أفضل للثدي. ثانياً مارس التمارين الرياضية. من الممكن رفع الثدي وشده بهدف تحسين شكله بالتمرينات الرياضية، وذلك عن طريق ممارسة التمرينات الرياضية التي تستهدف عضلات الصدر بحيث تعمل على شدها وتقويتها. ومن أهم التمرينات الرياضية تمرين الضغط، حيث يعمل هذا التمرين على عضلات الصدر والكتفين وعضلات أسفل الإبط، مما يعمل على شدها وتقويتها ويساعد في رفع الصدر. ثالثاً النوم على الظهر. من أكثر الممارسات اليومية التي تؤدي إلى ترهل البشرة عند منطقة الصدر والثدي هي النوم في وضعية جانبية. بهذه الطريقة أنت تضغطين على ثدييك، مما يؤدي إلى ظهور طيات الجلد والتشققات فيه. من هنا عليك الالتزام بوضعية نوم مستقيمة على الظهر. رابعاً اختيار الوضعية الصحيحة. يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة للرضاعة مثل انحناء الظهر أو الانحناء إلى الأمام إلى زيادة الضغط على أنسجة الثدي نتيجة الوزن، مما يؤدي إلى تفاقم الترهل. خامساً تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن والكربوهيدرات والدهون الأساسية اللازمة لترسيخ الثدي، مع شرب كمية وافرة من المياه يومياً لترطيب البشرة. في النهاية يبدو أن ترهل الثدي بعد الرضاعة مرحلة لابد أن تمر بها أغلب النساء، فلا ترهقي نفسك بالتفكير ولا تضغطي على نفسك لتسريع عملية العودة للشكل السابق. امنحي نفسك الرعاية الجسدية والنفسية اللازمة ودعي الأمور تسير بوثيرتها الخاصة، ولا تدعي الخوف من ارتخاء الثديين التوقف عن الرضاعة الطبيعية. وللمساعدة في الحفاظ على مظهر ثدييك في أي مرحلة من حياتك، اتبعي خيارات صحية لنمط حياتك. أدرجي نشاطاً بدنياً منتظماً في روتينك اليومي، وحافظي على وزن صحي دائماً، وتناولي الطعام الصحي. وإذا كنت تدخنين، فاطلبي من الطبيب مساعدتك في الإقلاع عن التدخين.